هل ماشي. الخطوة القادمة بالنسبة لك نادي داخل مصر؟ يعني عشان خلاص ناقص يوم 7 أكتوبر اللي جاي، بعد حوالي أقل من شهر هتقفل أو بالظبط هيقفل باب الانتقالات بالظبط. الصيفية بالنسبة للدوري المصري، وبره خلاص قفل في أوروبا ما فيش بالظبط. انتقالات، يعني هتعمل إيه؟ هل ممكن ما تلعب في الدوري المصري ولا بره مصر ولا إيه هو بالظبط؟ حاليا يعني انا لسه فاسخ عقدي في سموحه، ما فيش كام يوم، فالفتره دي بحاول ان انا اظبط حاجه هنا في مصر ان شاء الله الفتره دي. اوريدي عندي نادي، عندي اوفر في البرتغال، بس مش دلوقتي، في ده في البرتغال. ده بس ليناير. والنادي ما عندوش اي مشكله ان انا اكون موجود معاهم من اول يناير، بس انا مش حابب ان انا اقعد الفتره دي بتمرن بس برايفت، او بتمرن مثلا مع حد، وانا عاوز العب ماتشات. انا راجل لعيب كوره، عاوز العب ماتشات، عاوز اكون موجود بشكل. فقلت لهم والله انا اوكي، ما عنديش مشكله، بس انا لو في حاجه هنا انا اكون يعني موجود. يعني انت في عرض ليك بس في يناير في بس البرتغال عشان باب الانتقالات اتقفل هناك. بالظبط، هو قفل، انا ممكن اروح لان انا فسخت عادي دلوقتي، فانت فري. بس هم النادي عنده ظروف كده ان هو ما يقدرش يمضي مثلا حد دلوقتي الا في يناير، عشان مثلا لو في بدل لعيبه هيمشي لحد او كده يكون في مكان يعني. فالفتره دي بحاول ان انا اظبط اموري هنا يعني في في الدوري مصر. المصري. ان شاء الله. طيب عندك بقى يعني الفتره بتاعت اللي احنا فجاه كده لقينا لعيب بيلعب في البرتغال واسمه علي غزال، احكي لي ازاي انتقالك من وادي دجله، انت قلت لي في وادي دجله وادي دجلة. كنت سكه حديد وبعدين وادي دجله كنت لسه ناشئ ما لعبتش فريق اول ما لعبتش، لا ما لعبتش وطلعت على اساسي، البرتغال كنت بتمرن معاهم بس ما بتمرن. كنتش بلعب. طلعت في فتره الثوره كانت بالظبط. 2012. فتره بعد الثوره كده على طول، في اخر 2012 انا سافرت. كان حصل ان الدوري توقف هنا، وباشمهندس ماجد سامي كان خد نادي في ليرس. بلجيكا، هو كان عنده ليرس اوريدي، هو خد نادي تاني اسمه تيرن اوت، تيرن اوت. كان في الدرجه ايوه صح. الثانيه، وكان قرر ان هو يبعت الفريق الاول بتاع النادي يوديه فين، على تيرن اوت تيرن اوت. يلعبوا يتمرنوا هناك، وبعد كده قرر ان هم يلعبوا باسم الفريق هناك. فكنت انا من ضمن الفريق في الاول بلجيكا. ساعتها. فسافرت. انا كنت قبلها يعني ايه، يعتبر مرتب اموري شويه، كنت كلمت كذا وكيل، جبت ارقام كذا وكيل من على النت، وابتديت اتواصل معاهم، ووكيل منهم جاب لي العرض بتاع البرتغال ده. البرتغال. فلما سافرت بلجيكا سهلت بقى عليهم الدنيا في خالص. اوروبا كده كده. بالظبط. فرحت واخد طياره من هناك على بلجيكا، طبعا بعد ما بعت اوفر للنادي يعني. من بلجيكا على البرتغال. طلعت من بلجيكا على البرتغال، ورحت هناك وعملت الكشف الطبي ومضيت ورحت رجعت ناسيونال وخلاص. ماديرا بقى في كانت نفس المدينه البدايه. دي البدايه. قعدت فتره كبيره يعني 4 سنين ونص، اربع دي سنين فتره ونص كبيره يعني، معنى ان انت كنت شغال معاهم كويس انا كنت كابتن فريق كمان، كمان. انا وصلت كابتن فريق وانا عندي 22 سنه، كنت اصغر كابتن فريق في النادي يعني. النقلة بقى ما بين مصر والبرتغال كانت ازاي؟ كانت صعبة، كانت نقلة صعبة، خصوصا ان انا طالع من ناشئين كمان في مصر، مش طالع من فريق اول. طيب. فتطلع من ناشئين في مصر تروح تلعب بريمير ليج في البرتغال، فالوضع كان صعب شوية، بس الحمد لله ساعتها ربنا، أقلمت بسرعة. لا ربنا كرمني ان كان معايا مدرب كويس، كان معايا مدرب كبير في السن، وكان يعني بيثق فيا، مقتنع بيك. بليف يعني، هو مؤمن بقدراتي، فصبر عليا. انا رحت في يناير، فصبر عليا الست شهور دول لحد ما اتطورت، وجيت بدايه السنه حسيت ان انا بقيت فت يعني بقى خلاص يعني. بقيت راجل قديم بقى في الفرقه، وناس كتيره مشيت وجات ناس جديده، فحسيت ان انا تلعب مساك ولا كنت بقالي تلعب في وضع. نص الملعب؟ كنت بلعب في نص ملعب ومساك الاثنين. الاثنين. كنت بلعب هاف يعني ديفندر كنت ومساك. بلعب هاف ديفندر يعني، كان المين بوزيشن، بس لما كان بيحصل دروب مثلا ورا كنت بلعب ورا. ترجع ساعات في ماتشات كتير بلعب مثلا في نص الملعب، ويبقى احنا مثلا محتاجين ان احنا مثلا نهاجم، فيروح بدل ما يسحب واحد من نص الملعب، لا بيروح ساحب سرد باك ومرجعني ورا وينزل واحد بالظبط. يهاجم. فحصلت في ماتشات كتير يعني. الدوري البرتغالي سهل ان انت تتأقلم عليه، وايه اختلافه عن الدوري المصري؟ هو مش سهل، انا اخدت شويه يعني، اخدت الست شهور دول الاولانيين لحد ما بدأت، بسبب ان الكره هناك سريعه، فيها لعيبه كوره كتير. الدوري البرتغاليين كانوا البرتغالي معروفين بالمهارة. بالظبط، وفيها برازيليين كتير لان بسبب اللغه البرتغالي، فهو الدوري دوري سريع وقوي. فطبعا في اختلاف كبير يعني. انا فاكر اول محاضره ليا هناك كان بيقول بورتو لي بقى وسبورتنج لشبونه بالظبط. وبنفيكا، فرق التقيله هناك. وفي ساعتها السنه اللي انا اول سنه رحت فيها دي، بورتو كان مثلا فيها جيمس رودريجيز كان فيها اسماء كبيرة. جاكسون مارتينيز وفرناندو، كان فيها اسماء كتيره. فالاختلاط الاحتكاك مش الاختلاط الاحتكاك بالمستويات دي خلى الواحد طورك. يعني بالظبط بسرعه يعني، دخلت في الاحتكاك مع، عارف اللي بتيجي من الدار للنار على طول، مفيش تمهيد،
فده خلى احتكاك اداني خبره بسرعه وخبره كويسه يعني.